مدائح دينية وفولكلور وحلويات، تلكم هي أجواء الحفل الذي أقامته جمعية ناس الخير ببسكرة على شرف قرابة 100 طفل في ليلة رمضانية مميزة. حفل ختان حوالي 100 طفل على مستوى بلدية ولاية بسكرة، وفي إطار هذا الحفل تم التكفل التام بالأطفال من حفل الختان وألبسة وعملية الختان على مستوى مؤسسات العمومية الاستشفائية. فرحة الكبار تناغمت وفرحة الصغار، كيف لا، والحفل منظم لفائدة أكبادهم. هذا ولدي الكبير إن شاء الله اللي ناويين إن شاء الله نطهروه، ونشكروا جماعة الخير إن شاء الله هم اللي قاموا بهذه العملية. نشكر جمعية ناس الخير هم اللي قاموا بالمبادرة هذه وفرحوا الأطفال وخلونا نفرحوا معاهم اليوم في ولاية بسكرة. كفر خيرهم وربي يخليهم وربي يقوم بلادنا وولادنا. إذن هو حفل بهيج ساهمت فيه عدة أطراف لإدخال الفرحة على الأطفال، والمناسبة ستبقى حتما.